قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في شفقة. الله أكبر. ما قال يا أيها الذين فسقوا، يا أيها الذين أجرموا، يا أيها الذين فعلوا ما فعلوا، لا، بكل رقة وبكل عطف وبكل حنان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله أكبر. يعني حتى كلمة أسرفوا، ترك أسرفت على نفسك، كفاية خلاص، كفاية ذنوب ومعاصي. شوف كيف الرحمة من الله عز وجل. الله أكبر. طيب هذه الأولى، لا تقنطوا من رحمة الله. الثانية، لا تقنطوا من رحمة الله. الثالثة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. يا عبادي، هذا خبر من الله عن أحوالنا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل يقول استغفروني أغفر لكم. وإن عظمت الذنوب، أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها.